سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا مولانا خالقنا رازقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير
أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وأنت راض عنا. وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضاه برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق القائمين على مجال صحتنا اللهم وفق القائمين على مجال صحتنا رجالا ونساء. اللهم بارك لهم في صحتهم وأولادهم اللهم بارك لهم في صحتهم وأوقاتهم وذرياتهم برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره مد بصره. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب. اللهم ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.